أعتذر من عدم تمكني من وداعكم بشكل لائق، فأنتم تعلمون أن مثل هذه الأشياء تأتي خاطفة، فلا تدع للواحد منا فرصة لعمل أي شيء. اليوم يا أصدقائي خرج آخر نفس، كانت مفاجأة بالنسبة لي لوهلة شعرت بغربة شديدة. المرء منا لا يستطيع أن يتحمل العيش دون أهله وأحبابه ومعارفه، فما بالكم والوداع هذه المرة يشمل معه كل شيء. دائما لحظات الوداع تكون صعبة، لكنني هذه المرة سأحاول جاهدة أن أخفف من صعوبتها نظرا لأنها كانت مع مفاجأتها متوقعة. لا أحد يعيش للأبد، مهما حاول وجاهد وكافح سيموت في نهاية المطاف، فلا داعي إذن لإعطاء الأمر أكبر من حجمه. ما يؤلمني حقا أنني لم أستطع أن أعبر عن حبي وتقديري لبعضكم، وأخذني قطار التسويف فلم أقدم اعتذارا على بعض الأخطاء الكثير من شركائي في الحياة الذين تجاوزت في حقهم. آه لو قدر لي العودة مرة أخرى لكنت فعلت الكثير. لقد كانت مفاجأة موتي بعيدة للتأمل، لم أتصور أبدا أن تلك الملابس التي أرتديها على عجل سيخلعها عن جسدي شخص آخر. لم يكن حاضر في ذهني أن صندوق أسراري الذي كنت أحتفظ فيه بأشياء خاصة سيفتح ويتم العبث به بغية البحث عن تذكار ما. ها قد مت، تركت ظهر الأرض مرغمة لأبيت الليلة في بطنها لا أسرة ولا أغطية، وللأسف سأظل في هذا المكان إلى الأبد. نسيت أن أقول لكم أني متفاجئة جدا لحد الذهول، ومبعث دهشتي هو أن الحياة تسير وكأن شيء لم يكن. الحياة لم تتغير، هذه هي أصعب الحقائق حتى الآن. لم يتغير بموتي أي شيء، الشمس ساطعة، الطيور تمارس هوايتها في الوقوف على شباك غرفتي، الناس تسير لأعمالها، لم تتوقف الحياة لموتي، بل لم تعلم أصلا أنني لم أعد موجودة. أسمع في الخارج صوت نقاش حاد، إنهم يكتبون نعي، تلك التي سترقد في مربع أسود قاتم في سقف الغد. كم أتمنى أن أهتف فيهم أن يهدأوا قليلا، فالحياة ودعتها ولم يعد لي حاجة بها. أصدقائي لا تحزنوا كثيرا لموتي، تأملوا فقط في مشهد الموت، فلدى كل واحد منكم فرصة في الغد. نصيحتي لكم، تجهزوا لتلك اللحظة، تجهزوا لها بكامل طاقتكم عذرا، فأنا مضطرة لوداعكم الآن، فلقد زاد الضجيج من حولي وأغلب الظن أنهم قد أتوا لحملي إلى حيث سأرقد للأبد. أصدقائي هل يحق لي أن أطلب منكم شيئا أخيرا؟ بعض الدعاء، فقط بعض الدعاء سيكون مفيدا للغاية، فلا تبخلوا به عليّ.